قال ابن سيرين إن القهوة في المنام تدل على قدوم الخير الوفير للرائي وعلى سماعه لأخبار تسر خاطره، ومن رأى أن القهوة تتسرب منه فهذا يعني تحقيقه أهدافه وطموحاته بكل سهولة. وترمز رؤية القهوة المطحونة في المنام إلى حصول الرأي على المال الكثير، أما شرب فنجان القهوة في المنام فيدل على حدوث تغييرات إيجابية في حياة الرأي تجعل حياته أفضل. وأشار العصيمي إلى أن تناول فنجان القهوة في المنام يدل على مزاج الحالم وعلى الطريقة التي ينظم بها حياته وعمله. من رأى نفسه يشرب القهوة مع عدة أشخاص آخرين فهذا يعني حب الرأي للحوار والنقاش ورغبته في سماع رأي الناس قبل اتخاذ قراره النهائي في أي مشروع يقدم عليه. وإذا رأى الحالم شخصا يعطيه فنجانا من القهوة فهذا يعني أن هذا الشخص سيقدم له العون في الحياة وينقذه من مشكلة يقع فيها. وفي حال كانت القهوة التي يشربها الرأي سيئة المذاق فهذا يعني أن عليه إعادة التفكير في بعض الأمور الخاطئة التي يقوم بها. إعداد القهوة على النار دليل على استعجال الرأي في بعض الأمور، أما تقديم القهوة فيعني رغبة الرأي في إسعاد الناس بشكل دائم، في حين يدل صب القهوة على أن الحالم سيغدو سيدا لقومه. ومن رأى نفسه يشتري فناجين القهوة فهذا يعني استعداده لحضور مناسبة جديدة، أما تناول حبوب القهوة فيدل على أن الحالم يجهد نفسه كثيرا في العمل. ورؤية القهوة في منام العزباء دليل على قيامها بعمل مهم، في حين تدل رؤية القهوة المطحونة في منامها على النجاحات التي ستحققها خلال الفترة القادمة بفضل تخطيطها الناجح للمستقبل. أما في حال قامت الفتاة العزباء بشرب فنجان من القهوة فهذا يعني اقتراب موعد زواجها، أما إذا قدمت العزباء القهوة لشخص ما ولم يعجب هذا الشخص بمذاقها فهذا يعني انفصالها عن حبيبها أو فشل مشاريعها. وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تتناول القهوة مع زوجها فهذا يدل على برها به، أما إذا تناولتها مع شخص آخر فهذا يعني عدم قيامها بواجباتها تجاه شريك حياتها. وصب القهوة في منام المتزوجة دليل على نجاحها في حياتها العملية، أما بالنسبة للمرأة الحامل فإن رؤية القهوة في منامها تدل على خوفها من الولادة، وفي حال رأت نفسها تشرب القهوة في الصباح الباكر فهذا يعني سلامة حملها وجنينها. هذا كله والله أعلم.